سريعا نشوف احمد عبد القادر مع ابراهيم عمر قال ايه وبعض لاعبي النادي الاهلي. خليكم في ظهرنا وبنشكركم جدا النهارده، وطول ما انتم كده هنفضل زي ما انتم شايفين يعني. بس يمكن المباراه كانت صعبه شويه النهارده، وكمان اتصعبت كانت في الشوط الاولاني، وجيتوا انتوا في اول الشوط الثاني حلتوها. ما انا عايز اقول لك الماتشات دي بتبقى في اول الشوط، كل فرقه بتحاول تجس نبض الثانيه في اول شوط. بنحاول نشوف مفاتيح اللعب في الاول. طبيعي ان الشوط الاولاني يطلع 0-0 زي ما انت شايف، لان الفرقتين كل واحد بيحاول يكتشف الحلول فين. الشوط الثاني الحمد لله قدرنا ان احنا نتكلم ونعرف الاخطاء بتاعتهم بتبقى موجوده فين، وقدرنا احنا نستغلها الحمد لله يعني. يمكن النهارده بعض اللعيبه اللي كانوا موجودين خصوصا خالد عبد الفتاح، يعني الرهبه بتاعته دي ضيعتوها منه ازاي؟ لا هو عارف ان اللي بيتحط في الماتشات دي وخلاص بيبقى موجود لازم يطلع اقصى حاجه عنده، وزي ما انت شايف النهارده واحد من نجوم الماتش اعتقد، فبتمنى له التوفيق وبقول له كمل على كده يعني. كنت لسه بسجل معاه قال لي عبد القادر هو اللي كان بيطلعني بره تركيزي. خالد لا ده هو خالد معايا في الاوضه، فانا طول الوقت بحاول اطلعه بره التنشنه يعني، ما بقاش مشدود، لان انت عارف الماتشات دي بتبقى اكتر حاجه انك تبقى ريلاكس فيها علشان تعرف تدي في الملعب يعني. الفكره ما قاليش حاجه عبقى ماشي، انا بهزر. لا هو انا فعلا كنت بحاول اطلعه بره التنشنه خالص والله يعني، من امبارح هو كان معايا في الاوضه فعلا يعني. هي الصدفة هو كان معايا في الاوضه، فاتكلمت معاه كتير وقلت له ركز وما تقلقش، الماتشات دي انت لعيب كبير، وهو فعلا زي ما انت شايف النهارده عمل ماتش كويس، وبتمنى له التوفيق يعني. الجمهور الاهلي كان مستني منكم نتيجه مباراه اليوم، لكن مستني الاكبر كاس العالم للانديه بعد يعني بعد اقل من 10 ايام او اقل من اسبوع. ربنا يكرم، اعتقد دي ان شاء الله دافع علينا ان احنا نطلع بالنتيجه دي قبل ما نروح كاس العالم، وعندنا ماتش كمان ان شاء الله كمان 3 ايام نقدر نحقق فيه نتيجه ايجابيه علشان تبقى الدافع الاكبر لنا قبل ما نروح كاس العالم. اعتقد لما تكسب ماتشين او ثلاثه قبل ما تروح كاس العالم ده يبقى دافع قوي جدا انك تعمل حاجه في البطوله ان شاء الله السنه دي يعني. قادر بشكرك، شرفتنا ونورتنا، والف الف مبروك. ربنا يخليك، شكرا. برحب بيك على شاشه تايم سبورتس، يمكن اول مشاركه اساسيه ليك مع النادي الاهلي النهارده، مباراه كبيره جدا الجمهور مستنيها، كلاسيكو قدام نادي الزمالك، واداء يمكن من احسن نجوم المباراه النهارده خالد عبد الفتاح. الحمد لله طبعا بشكر ربنا ولعبة رجاله، وبشكر اللعيبه طبعا وقفوا جنبي، شخصيه الفرقه، بشكر الجمهور طبعا بهدل الفوز ده طبعا للجمهور ووالدي ووالدتي والحمد لله فوز عظيم يعني. خالد كله كان متوقع النهارده اللي انت تبدا باك رايت، محمد هاني اللي هيخش مساك، كله اتفاجئ وكله ترقص. كنت لسه بقول لكابتن سامي ان انت اللي مساك ومحمد هاني هو الباك رايت، واكتشفنا ان خالد لعبها وقت كتير جدا مع سموحه ولعبها قبل كده. لعبتها قبل كده مع كابتن حسام حسن، وكنت بلعبها وانا في الناشئين، ناشئين سموحه، تلعب سير دبي. نسيب الماتش او هنسيب الاسئله دلوقتي عن المركز. اول ما نزلت الملعب وشفت جمهور النادي الاهلي في ماتش ديربي اهلي وزمالك، كان جواك ايه؟ كان جوايا انت اتشحنت، انت ده باور، انت خدت باور عظيم، حسيت انك في اجواء غير فعلا، اللعب في النادي الاهلي مختلف فعلا. لا اجواء مختلفه، اول مره احس ان انا لا كرة حقيقيه، ماتش حماس، باور، كل حاجه الحمد لله والشكر لله. توقيت معين في المباراه خفت فيها او قلقت شويه؟ لا خالص، انت جنبك لعيبه، اكبر لعيبه في مصر، تبص حواليك تلاقي نجوم مصر في جنبك، فلا انت واخد ثقه، شخصيه الفرقه لا حاجه عظيمه يعني. انت ان شاء الله هتبقى لعيب كبير قوي يا خالد، الف الف.